بإذن الله النهاردة المفروض إن إحنا معانا بقى الـ PFS. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن انترو للجراف ثيري، وعرفنا شوية كلام نظري كده عن الجراف بكل محتوياته بقى، وبعدها اتكلمنا عن طرق البحث في الجراف، وقلنا إن هما عندنا طريقتين وهما الـ DFS والـ PFS، الـ Depth First Search والـ Breadth First Search. كنا بنقول لو انت مثلا معاك تري، خلينا نفترض ان انت معاك تري، التري ده نوع من انواع الجراف ماشي، فلو انت هتشتغل بالدي اف اس، خلينا نفترض ان انت هتدي اف اس من عند الروت، فلو انت هتشتغل بالدي اف اس فهو كان بيمشي ازاي؟ هو كان شغال ديبس الاول من اسمه دي اف اس، ديبس فيرست، فطول ما انت في ديبس خش في الديبس دوت. بمعنى انت عند الروت ده امشي على اول اول نود او اول نيبور ليك، لقيت ان فانت تبقى واقف هنا، لقيت ان انت ممكن تمشي لقدام تاني فهتروح ماشي لقدام تاني فهتيجي لهنا، هل ممكن تمشي تاني؟ لا خلاص، بعد كده بتروح راجع وبتروح داخل هنا، هل ممكن تمشي تاني لقدام؟ لا، بعد كده تروح راجع، تروح راجع ماشي كده، بعدين تروح ماشي كده، هل في حاجة تانية ممكن تمشي؟ لا، فبتروح راجع وداخل كده، في حاجة تانية ممكن تمشي لقدام؟ لا، فبتروح راجع كده وتروح راجع كده وتروح راجع كده. طيب خلينا نقول ان احنا المرة دي بقى عايزين نعملها، نعمل نفس الحركة، ان احنا عايزين نزور كل النودز بتاعت الجراف ولكن بالبي اف اس. ايه اصلا فايدة البي اف اس؟ اهم فايدة للبي اف اس وهي الشورتست باث. دي اهم فايدة للبي اف اس، ان هو بيحسب لك الشورتست باث في الجراف ما بين اتنين نودز وبعضها. بمعنى تعالى مثلا نقول ان انت واقف عند النود دي وعايز تحسب الشورتست باث ما بينك وما بين النود دي، حلو. طيب لو انت هتعمل دي اف اس فانت هتجرب الاول تمشي كده، بعدين تمشي كده، بعدين ترجع تمشي كده، بعدين ترجع ترجع تمشي كده، تمشي كده لقيتها، تمام. طيب ما هو الكلام ده يعني انت كده يعتبر عملت ايه؟ انت كده يعتبر ان انت مشيت على كل النودز عشان توصل للنود دي، في حين ان انت في البي اف اس بدل ما انت كنت بتمشي الديبس فيرست، لا انت هتمشي بريد فيرست سيرش، او خلينا نقول ان انت كل ليفل هيبقى هو اللي عليه الدور، ليفل باي ليفل، ليفل باي ليفل. بمعنى هنا مثلا خلينا نطول التري شوية، نقول ان هي كده 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 ماشي، وانت عايز تسيرش على من انت مثلا واقف عند النود دي وعايز تسيرش على النود دي، انت عارف في الدي اف اس انت هتعمل ايه؟ انت هتمشي كده، بعدين كده، بعدين كده، بعدين كده، ترجع تاني تخش هنا، ترجع تاني تخش كده، تخش كده، تخش كده، ترجع ترجع ترجع، تخش كده، ترجع ترجع، تدخل كده تلاقي النود بتاعتك. انتوا متخيلين، انتوا متخيلين الموضوع دوت هياخد كومبليكس قد ايه؟ كومبليكس كبيرة صح؟ طيب في حين ان البي اف اس بقى بيحل لنا المشكلة دي ازاي؟ بيقول لك والله يعني انا خليني في الافريج، بمعنى انا همشيها ليفل باي ليفل، همشي الليفل ده كله، بعد كده 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 الليفل ده كله، هيمشيها ليفل باي ليفل. الليفل الاول اللي هو هيبقى الروت، الليفل التاني اللي تشيلدرن بتاعت الروت، الليفل التالت اللي تشيلدرنز بتاعت اللي تشيلدرنز بتاعت الروت، بعد كده الليفل الرابع، وهكذا وهكذا وهكذا، هو شغال ليفل باي ليفل. فماكسيموم ان هو يلاقي النود، ماكسيموم ان هو يلاقي النود، ان هو يلاقيها ان هي تكون اخر نود، اخر نود على اليمين خالص، ساعتها ان هو هيكون زار التري كلها او زار الجراف كله. كذلك الامر في الدي اف اس هيكون زار الجراف كله. بس الفكره بقى ان لو نود اصلا تشايلد للروت، لو نود تشايلد للروت
فهو خلينا نقول مثلا ان الجراف بتاعك هو طويل جدا من الناحيه دي، ولكن ان هو نود بس الناحيه دي. فلو انت ماشي في بي اف اس فانت هتحسبها في كومبلكسيتي قد ايه؟ انت واقف هنا مثلا هتخش كده وتخش كده، هي الفكره كلها ان هو هيزور الروت بعد كده هيزور التشيلدرن بتاعت الروت، انت لقيت النود بتاعتك. لكن لو بالدي اف اس فانت هتزور كل التشيلدرنز اللي الناحيه دي بعد كده ترجع تزور دي. فانهي الاحسن في حته ان انت تحسب الشورتست باث؟ اكيد طبعا هيبقى ايه، هيبقى البي اف اس. طيب البي اف اس بقى بيتكتب ازاي؟ خلينا نقول ان الدي اف اس احنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا ممكن نكتبه ريكيرجن. لو ما كناش هنكتبه ريكيرجن فاحنا كنا هنكتبه كستاك، وانا شرحت لكم حته ازاي بنحول الريكيرجن لستاك في الريكيرجن لو تفتكروا. يعني ان انت كل ما تلاقي نود، وليكن مثلا انت عملت بوش للنود، هتبوش في الستاك كل الادجسنت بتوعها، انت بتروح لكل الادجسنت بتوعها. فانت بتعمل ايه؟ لتشايلد 1 وتشايلد 2 وهكذا، وبعد كده لما تيجي تبروسس بتبروسس على التشيلدرن اللي عليه الدور. هنا في البي اف اس العكس، انت المفروض هتشتغل على النود، وبعد ما تشتغل على النود هتبوش ايه؟ هتبوش التشيلدرن بتوعها. بس انت شغال النود باي نود، نود باي نود، اللي هي بالنسبه لي ايه؟ الكيو. فيرست ان فيرست اوت، فيرست ان فيرست اوت، هيجي عند الروت فهيروح هيبوش في الكيو الروت، بعد كده هيبوش التشيلدرنز بتاعت الروت اللي هو هيبقى الروت، بعد كده اهو روت سي اتش 1 وتشايلد 1 وتشايلد 2. بعدين خلاص الروت راح خلص، بعد كده هيروح شغال على تشايلد 1، التشايلد 1 دوت هيبوش في الكيو النيبرز بتوعه او التشيلدرن بتوعه، فيبقى خلينا نقول ان هم هيبقوا اكس 1 واكس 2. بعد كده هيروح ماسح تشايلد 1 يشتغل على سي اتش 2 اللي هو التشيلدرن ده والتشيلدرن ده، بعد كده هنقول مثلا اكس 3 واكس 4 ويروح ماسح ده، بعد كده يشتغل على الاكس 1 يبوش النيبرز بتوعه او التشيلدرن بتوعه وهكذا. فهي دي ببساطه فكره ايه؟ فكره البي اف اس. طيب خلينا نكتب نكتب الكود البي اف اس ونعرف ازاي هو بيحسب الشورتست باث ما بين اتنين نودز في الجراف. ماشي، هو السي لاين بس بيعلق شويه، هتلاقيه بيفتح ببطء. حد مش فاهم على ما السي لاين يفتح، بس حد مش فاهم في الكلام حاجه في الكلام اللي احنا قلناه دوت، او حد عنده سؤال عايز يساله؟ مالكوا ساكتين النهارده كده ليه؟ انتوا سامعيني؟ طيب اه عظيم، ايوه سامعين، معقوله كله فاهم يعني؟ كويس. خلينا بقى نكتب البي اف اس. انا نفسي افهم بجد والله، انا نفسي افهم ليه يعني السي لاين ما بيبص غير في السيشن بتاعتكم انتوا بس. انا بدخل سيشنز كتير قوي ما بيحصلش اي حاجه في السي لاين، بيجي في السيشن بتاعتكم وبيبص. خلي قصدك ايه يعني؟ مش قصدي حاجه والله، بس بجد يعني الموضوع مريب. المهم خلينا نقول مثلا ان احنا هنستقبل ال N وال M. ال N دي عدد النودز، وال M اللي هي ال خلينا نخليها كل حاجة جلوبال. ال N اللي هي عدد النودز، وال M اللي هي ال edges بتاعة الجراف. وكنا عايزين نعرف ال adjacent list بتاعة كل نود، فكنا بنخليها vector of integer adjacent of N. خلينا نقول مثلا const ال n دي مثلا خلينا نقول ب100 بشكل مبدئي بس، وبعدين وبيكون معانا ال visited array وبس كده. طيب خلينا برضو نقول void، او خلينا نقول int bfs ومعانا ال start وال end
ماشي. طيب انت عايز تحسب الشورتست بس ما بين الستارت وما بين الاند. في البداية خالص انت المفروض بيكون معاك كيو، كيو في انتجر كيو. الكيو ده بيكون شايل حاجتين، بيكون شايل بير. ايه هما بقى؟ النود والكوست بتاعت النود. يعني خلينا نقول ان الفيرست هيكون النود، والسكند مثلا هيكون ايه؟ هيكون الكوست، او الفيرست الكوست والسكند النود، مش هتفرق. ماشي. طيب في البدايه خالص المفروض ان احنا هنبش في ايه؟ هنبش في المفروض الستارت، والكوست هيبقى ايه؟ هيبقى زيرو. تمام. طيب وطبعا هنقول visited of start equal 1، ان النود دي ظهرت قبل كده، او خلينا ممكن نشيل النود دي، خلينا بس ايه نقول while not queue dot empty. طول ما الكيو ده مش empty يبقى بير into int b equal الكيو دوت front والكيو دوت بوب. خلينا نقول انت نود الكيو دوت فيرست، سوري البي دوت فيرست، والكوست ايكوال البي دوت سكند. تمام. طيب لو خلينا نقول برضو ان النود كده مش هتكون متزاره، فاحنا هنعلم ان النود دي فيزيتد، يبقى فيزيتد اوف نود equal 1. تمام. بعد كده هنعلم بقى ان خلاص احنا كده علمنا ان النود فيزيتد، ولو النود دي كانت بتساوي الانت فساعتها انا هريترن ايه؟ هريترن الكوست. ماشي. طيب بعدين المفروض بقى ان انا هعمل ايه؟ هقول فور اوتو ات للادجسنت of node لو not visited of it، يبقى ال queue dot push. هنبوش ايه بقى؟ هنبوش ال it دي كنود، وهنبوش ال cost plus one. تمام يا جماعة ولا ايه؟ طيب خلينا برضو نجرب بتجربة عملية. هنسي ان للان والام اي ايكوال زيرو، ظهر من ام اي بلس بلس انت او بي. هنسي ان الاي والبي ادجسنت الاي دوت بوش باك البي، وادجسنت البي دوت بوش باك الاي. بعد كده هنقول سي اوت بي اف اس من عند الستارت، وانا اعتبرها وليكن الواحد، والاند وليكن مثلا الخمسة. ماشي. طيب خلينا مثلا نرسم احنا حاجة، وليكن مثلا خلينا نرسم الجراف ده. تعالى نقول ان النودز واحد اتنين خمسة. ماشي. طيب خلينا برضو نقول ايه، هو كده كده مش هيكون ويتد بقى، يعني احنا هنشتغل على ان ويتد. ماشي. الويتد دوت هنشوف حله دلوقتي هيبقى عامل ازاي، بس خلينا نتكلم ان الجراف ده ان ويتد. تمام. يعني الكوست كله متساوي، الكوست كله بوحيد. فمثلا لو احنا هقول من واحد لخمسة، فالمفروض الإجابة تكون إيه؟ الإجابة تكون اتنين. أدي واحد اتنين، فمن واحد لخمسة. تعال بس نعرف الجراف ده. الجراف ده فيه كام نود؟ فيه خمسة نودز. فيه كام إيدج؟ فيه أربعة إيدجز. ما بين واحد واتنين، وواحد وتلاتة، واتنين وأربعة، وتلاتة وخمسة. تعال نشغل كده. طلع كام؟ طلع اتنين. طيب عايزين نحسب من اربعة لواحد،
خلينا نقول من 4 لـ1، المفروض ان هو هيطلع كام؟ المفروض ان هو يطلع 2 برضو. طلع 2 برضو. طيب من 4 لـ5 المفروض ان هو يطلع، دي 1 2 3 4، خلينا نقول من 4 لـ5 طلع كام؟ طلع 4. حد مش فاهم يا جماعة لحد دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجه. ريز هاند. اللي مش فاهم يا جماعة وعايز يسأل في حاجة يريز هاند بعد إذنكم. اتفضل يا تقي. انا مش فاهم حاجه. انت كتبت الكود بس يعني شرحتوش، مش فاهم الكود اوي. ازاي مش شرحتوش؟ لا ما تقولش مش شرحتوش. ثواني، انا كنت قلت احنا هنمشيها بالكيو ازاي. مش فاهم الامبلمنت بتاع الكود. انت عارف الكيو اكيد. ايوه طبعا. ماشي، بص واحدة واحدة كده. في البداية الكيو ده هيبقى فاضي، مفيهوش غير حاجة واحدة بس، الستارت. والكوست بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى 0، صح؟ من المسافة ما بين ستارت وستارت بصفر، ان انت واقف على نفس النوت. طيب طول ما الكيو ده بقى مش فاضي، طول ما الكيو ده مش فاضي، ان انت هتعمل ايه؟ انت المفروض هتجيب الفرونت بتاعك وبعد كده تبوب، ماشي؟ الفيرست بتاعك هو النود، خلينا نقول النود دي النود اللي عليها الدور، فهي هتبقى الفيرست، والكوست هيبقى السكند اللي احنا مخزنينه، ماشي؟ طيب انت بقى بتعلم ان النود دي فيزيتد عشان ما يحصلش سايكل. لحد دلوقتي تمام؟ تمام. طيب لو النود اللي انت واقف عليها دلوقتي دي بقت بتساوي الاند اللي هي انت عايز توصل لها، هنريترن الكوست. هو عايز الشورتست باث ما بين نود ونود، ماشي؟ بعد كده انت بتمشي على الادجسنت بتوعك وبتبشهم في الكيو. ده اللي انا قلته بالظبط. تمام. الموضوع اسهل منه مفيش. فاهم بجد ولا بتريحني وخلاص؟ لا لا فهمت والله. تمام. مين تاني عايز يسأل؟ طيب خلينا نقول ان احنا هنحل مسألة على المسألة دي. خلينا نقول ان احنا عايزين نحلها بالبي اف اس. المفروض ان هو هيدي لك خريطة وعايز تجيب الشورتست باس من نود لنود، من الاي للبي، ماشي؟ ومش بس كده، ده انت كمان المفروض هتطبع له ليفت وداون ورايت والكلام ده. طيب خلينا نعمل الكلام دوت بس بالبي اف اس، نفس الالجوريزم نفس كل حاجة. الفكرة بس ان احنا هنشتغل بايه؟ ببير. النود هنا هتتعرف معايا كبير، مش ك مش كستار مش كنود ونود، يعني هيتعرف كبير. لحد دلوقتي سجلنا قد ايه؟ سجلنا 18 دقيقة بس. ماشي، خلينا نحل المسألة دي. طيب في البداية ال n بتاعتي بكام؟ ال n بتاعتي بـ1000، ماشي؟ المفروض بقى كل حاجة هنا تبقى بير. وال visited هتبقى n في n، ان النود دي visited ولا لأ، انت بتعبر عن النود ببير، ماشي؟ والستارت بتاعتك والاند بتاعتك المفروض ان هما هيكونوا اكس وواي، ستارت اكس وستارت واي. وانت اند اكس واند واي، ماشي؟ طيب خلينا نقول برضو ان هنستقبل ايه تاني؟ احنا قلنا هنستقبل ده معانا الكاركتر اري. char s of n n of n، ماشي؟ المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا نسي ان ال n وال m for int i equal 0 i اصغر من n i plus plus. هنسي ان ال array بتاعنا
تمام. طيب الستارت هتبقى ايه؟ خلينا نقول انت ستارت اكس وستارت واي واند اكس واند واي، ماشي. لما نعمل سي ان للكاركترز دي، المفروض لو الكاركتر ده كان بايه يبقى start x equal i و end x equal o، else if لو الحرف ده كان ال b هو قال لك انت هتبدأ عند ال a وتنتهي عند ال b، تمام. equal equal يبقى end x equal i و end y equal o، ماشي. هو المفروض start y equal o بقى، نعم. السطر اللي فوق اللي انت واقف عليه بالظبط. سوري، start y، start y equal o، start y كده. يبقى معانا ال start x وال end x، start y وال end y، ماشي. بعد كده انت عايز تبي اف اس معاك بداية ومعاك نهاية، يبقى هتبعت له start x و start y و end x و end y، ماشي. هو السطر ده 30 و 37 كده، تمام. مش المفروض start x start y بعد كده end x end y؟ سوري، start x و start y اللي تحتينا بالظبط، تمام. end x و end y كده، تمام، صح؟ عظيم. اوكي تمام. هنبعت ال start x start y end x end y، ماشي. ومش بس كده، ده احنا عايزين كمان السترنج، يعني احنا مش بس ده، احنا كمان عايزين السترنج. فخلينا نقول ان الفانكشن دي هتبقى void، نعمل بي اف اس بس، ماشي. وهنخلينا نقول string answer equal no، في البداية الإجابة هتبقى no، و الباث equal مفيش، تمام. و الشورتست، نقول الشورتست باث equal zero، ماشي. احنا كده جاهزين للبي اف اس بتاعتنا، المفروض ان احنا هنبش فيها الستارت. طيب كده الكيو بتاعي هيبقى شايل ايه؟ المفروض ان هو يبقى شايل ثلاث قيم. هو شايل الكوست كسكند للبير، والفيرست بتاعه المفروض ان هو هيبقى بير برضو. ده هيبقى الستارت، هيبقى بالنسبه لي الستارت اكس وستارت واي، ماشي. بعد كده خلينا هنا نقول ان ده هيبقى بير، البداية بتاعتك انتجر وانتجر، ماشي. بير اوف بير، ماشي. بعد كده النود اكس هيبقى الفيرست دوت فيرست، والنود واي هيبقى البي دوت فيرست دوت سكند، ماشي. طيب لو، او خلينا مش نود اكس بقى، خلينا نقول اكس وخلاص، الاكس والواي. لو فيزيتد للاكس والواي، لا سوري، احنا المفروض هنعلم ان هم فيزيتد، ماشي. ولو امتى بقى هنوقف؟ المفروض ان احنا هنوقف لما نوصل للنهاية، يعني المفروض ان احنا لو ال x equal equal end x وال y equal equal end y، المفروض ان احنا بقى هنقول ان ال answer equal yes و ال المفروض ان احنا هنخزن ايه تاني؟
بصوا خلينا نقول ان الحاجه اللي احنا هنخزنها احنا كده محتاجين نخزن البوس كمان، فاحنا ممكن نعملها استراكت، استراكت نود ماشي. المفروض ان الاستراكت ده هيكون فيه جواه ايه، انت اكس وواي وسترينج للباث وكمان الكوست ماشي. طيب المفروض بقى ان احنا هنا الكيو ده هيبقى كيو اوف نود، كيو اوف نود بس ماشي. هنبش فيه بقى ايه، خلينا نقول نود انت اكس وانت واي وانت كوست وسترينج بي، يبقى الاكس والواي والواي يبقى الواي والكوست يبقى السي والباص يبقى البي تمام. والمفروض ان احنا بقى هنبش في الاول ايه، المفروض ان احنا هنبش نود شايله القيم اللي هي الستارت اكس وستارت واي، والكوست بتاعنا هيبقى بزيرو والسترنج فاضي جميل. طيب بعد كده طول ما الكيو مش فاضي المفروض ان احنا هيكون معانا نود بي بيساوي الفرونت، وبعد كده هنبوب ماشي. المفروض ان احنا بقى يا معلم ممكن نشيل كل الكلام ده عادي، لو فيزيتد لي البي دوت اكس والبي دوت واي المفروض ان احنا هنعلمهم ان هم فيزيتد، ولو البي دوت اكس كانت بتساوي الاند اكس البي دوت واي كانت بتساوي الاند واي، المفروض ان الانسر هتبقى بيس والباث هيبقى البي دوت باث و الشورتست باث يساوي البي دوت كوست تمام. وهنريتيرن، انت اول ما بتوصل هو ده الشورتست باث ماشي. المفروض بقى ان انت عايز ايه، ان انت عايز تجيب الادجسنت بتوعك. الادجسنت بتوعك احنا عارفينهم كده كده، عارفينهم اللي هم يا اما فوق يا تحت يمين او شمال. تعال الاول نعمل فانكشن اسمها قول valid، عرفناها المره اللي فاتت، بنبعت انت اكس وانت واي والمفروض ان هي بترجع لي ايه، بترجع لي ان الاكس اكبر او يساوي الزيرو والواي اكبر او يساوي الزيرو والاكس اصغر من ان والواي اصغر من ام، وكمان اني نوت فيزيتد للاكس والواي، وكمان ان هم يكونوا مش بيساووا ايه، ان هم يكونوا مش بيساووا الهاشات اس اوف اكس واي لا يساوي الهاش ماشي. بعدين المفروض بقى ان احنا هنبش الادجسنت بتوعها، البي اف اس هتبقى فايت. فاحنا المفروض كنا عاملين برضو الدي اكس والدي واي والحاجات دي، فتعال نفتكرهم كانوا بيتعملوا ازاي. انت دي اكس هيبقى صفر وصفر وسالب واحد وواحد، والدي واي كانت بتساوي الواحد سوري السالب واحد والواحد والصفر والصفر. انتوا المفروض الحاجات دي عارفينها من السيشن اللي فاتت تمام. عايز بقى اجيب الادجسنت بتوعك، انت اي ايكوال زيرو، اي اصغر من اربعة، اي بلس بلس، انت نود اكس ايكوال البي دوت اكس بلس دي اكس اوف اي،
والنود واي يساوي البي دوت واي زائد الدي واي اوف اي، تمام. والمفروض لو فاليد، لو فاليد للنود اكس والنود واي، المفروض ان احنا هنحطهم في الكيو، فيبقى كيو دوت بوش هنبعت له نود القيم بتاعتها النود اكس والنود واي، والكوست هيبقى ايه؟ الكوست هيبقى البي دوت كوست بلس 1، والباث احنا كده عايزين نحدد الباث كمان، فالباث دوت لا ده احنا كده هنشيل الكلام ده، احنا كده محتاجين نديتكت الباث، فاحنا المفروض ان احنا هنمشي عليهم كلهم. فهنقول عادي عادي سهل، احنا عايزين نمشي شمال، تمام. شمال دي يعني المفروض ان انت صفر وسالب واحد، ان انت هتمشي شمال بالكولوم، فيبقى لو valid لل b dot x و ال b dot y minus 1، ساعتها يبقى q dot push نود ل ال b dot x وال b dot y minus 1، والمفروض الكوست هيبقى الكوست بلس 1، اصلا كل في كلهم الكوست هيبقى الكوست بلس 1 اللي هو ال b dot cost بلس 1، و الباس هيبقى البي دوت باس بلس هنا الليفت، فهيبقى الليفت، تمام. طيب احنا عايزين نعمل الحوار ده كده كده، احنا مشينا الليفت، عايزين بقى نمشي رايت، فدي هيبقى الرايت بس هنا بلس 1، هنا هن ماينس 1 من ده وهن بلس 1 على ده، هي كده الفور لوب ملهاش لازمة يعني، فممكن بالظبط تشيلها. بالظبط بالظبط. المفروض بقى كده هيبقى سالب واحد وصفر، وهنا هيبقى واحد وصفر. المهم يبقى بي دوت اكس والبي دوت والبي دوت واي ماينس 1، يبقى بي دوت اكس وبي دوت واي ماينس 1 ماشي. الرايت يبقى البي دوت واي بلس 1 ماشي، هو عايز الكلام كابيتال ماشي. بعد كده البي دوت اكس ماينس 1، يبقى انت بتطلع لفوق، البي دوت اكس ماينس 1 يبقى انت بتطلع لفوق، اللي هي هتبقى اب، وهنا هتبقى الداون دي بلس 1، نمسح ده ودي بلس 1، تمام. بعد ما تبي اف اس المفروض ان انت هتقول له سي اوت للانسر، لو الانسر كانت بيس هنسي اوت ايه بقى؟ هنسي اوت الشورتست باث والباث نفسه تقريبا، بس كده. تعال نجرب، لا إله إلا الله، لوجيك ايرور. يعني دي كده تمام ماشي. طب خلينا طيب نحسب، نشوف هل هو هيعمل ال شورت استباق اصلا ولا لا. نفس الكلام،
يبقى مش دي المشكلة. طيب خلينا نمشيها واحدة واحدة. المفروض ان انت معاك ال N وال M تمام، من O M بين C N S of I of O. لو ال S of I of O equal equal A فيبقى ده ال start X و start Y، بعد كده ال B end X و end Y، و بت B F S من ال start X و ال start Y end X و end Y. تمام، نطلع لل B F S. ال valid بتاعتنا ال X أكبر أو يساوي 0 وال Y أكبر أو يساوي 0، ال X أصغر من N وال Y أصغر من M، و not visited لل X وال Y، و S of X of Y مش بيساوي هاش. ماشي، المفروض بقى إن أنت بتبدأ من عند، طب ماشي خلينا نشوف أصلا الحتة ديت شغالة ولا لأ. ده هي دي المشكلة أصلا. تقريبا محتاجين نعمل ديفولت كونستراكتور. في الاستراكت بتاع النود بس هي كده اصبحت ان لا مش شرط. انت كده بقى في كل مرة محتاج تبعت. ماشي، ال M بيساوي ال B dot plus plus ال L. الليفت ودي الرايت، وبعد كده كان عندنا الداون الاول ولا الاب الاول؟ كان عندنا الاب الاول بعد كده الداون. عندكم مشكلة تانية ولا ايه؟ برضو طب ايه المشكلة تانية؟ المفروض تقريبا في كونستراكتور فاضي فوق اللي هو نود، نعمل قوسين وبعد كده قوسين فاضيين. مش شرط، اهو مش شرط. طب انا هوقف الريكورد، نحل الايرور ونرجع نريكورد تاني عشان الوقت بس. اوكي ماشي، تمام. احنا كده عرفنا الغلطة ان احنا هنا كنا عاملين الاث بس اللي هو الشورتست بس كسترينج، فلا احنا المفروض نخليه كانتجر. ماشي، تقريبا بس ورجعنا كل حاجة لأصلها اهو. نشغل بقى كده. نشغل اهو، ليفت داون داون رايت 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 اب. تعال نشوف الكلام ده صح ولا غلط. ده هو حتى الحاجة اللي هو مطبوع. تمام، تعال بقى نسبميت. ال N مظبوطة وكل حاجة مظبوطة فوق، كله في السليم. بسم الله. لا إله إلا الله. برضو تايم ليميت؟ أكيد.
طب ليه تايم ليمت؟ اتفضل يا عمر. هو ممكن تايم ليميت لو مثلا ادالك ماتريكس كبيره كلها نقط ما فيهاش هاشز وفيها ال A و B بس، يعني فممكن عدد الطرق الكبير اللي انت بتجربه ده هو اللي بيتايم ليميت اعتقد. شرط يعني مش شرط لو مثلا اصل مثلا ماتريكس لو كلها نقط ما فيش غير ال A و B فانت هتجرب كل الطرق حرفيا، يعني ولا اللي بيحصل؟ لا انت مش بتجرب كل الطرق، انت النود بتزار ماكسيمم مره واحده بس، عكس الدي اف اس. الدي اف اس كنت ممكن تزور اكتر من نود في مره واحده بس، يعني ممكن تزور اكتر من نود يعني في نفس الدي اف اس ممكن تزور النود اكتر من مره، ان احنا كنا بنعمل لها فيزيت بعد كده نرجع نشيلها من الفيزيت التاني. ماشي. انا مش عارف احنا تقريبا عملنا اللي يتعمل. يعني دي فيس وبي فيس بيتايم ليميت طبيعي. طيب find the path from start to end you can walk left right up and down. تعالى كده نشوف الحاجة اللي بالتايم ليميت مثلا. كلهم في الألوفات اللي هو ألف في ألف، كلهم الألف في ألف. لو قلت لك عليها ملمت فيه ماشي. تعالى واحدة واحدة، يمكن احنا عاملين غلطة مثلا هي اللي بالتايم ليميت مننا، ما ملهاش حل تاني. خلينا نقول ان هي يعني خلينا نقول ان العيب فينا احنا، و المفروض بنبعت مش بص عارف بص بس هقول لك انت على حاجه، هقول لك مستغرب على حاجه تجرب. ثواني. هو المفروض ان اسمه ده السترنج دي ممكن تكون هي اللي بالتايم ليميت مننا، ان احنا بنضيف السترنج، فالسترنجات هتكتر معانا. ماشي. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن كنت لسه هقول لك تعملها باي ريفرنس السترنج بي ده، ولا هتفرق اللي في طب السترنج؟ بص هقول لك حاجه، خلينا نقول مثلا ان احنا مش هيكون معانا فيزيتد اري اصلا. ماشي. وان الفاليد تكون ان النود بت ايكوال الدوت. ماشي. شيل الفيزيتد دي. التركية اللي احنا استخدمناها المرة اللي فاتت لما قلنا ان احنا ممكن نعلم على النود ان هي بحاجة ما ينفعش تدخل لها، والفاليد بتاعتنا تبقى النود بدود. فاكرها الحركة دي؟ اللي هي بالفرن اللي ايه؟ هو استعملت ان انت بتيتريت على كل الشيلدرن وشرط ان هو ما يكونش بيرن، صح؟ لا دي تركية تانية. لا لا كانت في تركية بنخليها هاش. يعني انت مثلا جيت زرت النود دي ومش عايز حد يزورها تاني، فتعلم ان هي هاش، فلما تيجي تروح لها بعد كده تلاقي ان هي هاش، ما تدخلش فيها. فالفاليد ان هي تكون بايه؟ ان هي تكون بدوت. ماشي. احنا ممكن نعمل حركه حلوه قوي، ممكن بقى هنمسح البوست ده خلاص بقى، مش عايزينه، احنا لازم نستغنى عنه. ماشي عظيم. بعد كده شيل دي برضو
وفي كده بدل ما نقول ال visited لل b dot x وال b dot y equal 1، خلينا نقول ان احنا يعني ان احنا ممكن نخزن كاركتر، نخزن كاركتر او لأ، ممكن ايه، ممكن نقول، ممكن نقول ايه مثلا، ان هنخزن معاها كاركتر char x مثلا. الكاركتر ده بيعرفني الاستاتيو بتاعت ال بتاعت او الدايركشن، خلينا نقول الدايركشن. يبقى ده الدي والدايركشن للدي، ماشي. طيب بعد كده المفروض ان في البدايه النود اللي هي الاولى الحرف بتاعها هيبقى ايه، تمام. طيب بعد كده بدل ما احنا نقول ان فيزيتد للنود دي بيساوي واحد، لا احنا هنقول للاس اوف نود بيساوي الايه، البي دوت دايركشن. ويبقى مش هنحتاج دي، ماشي. بعد كده هنا بقى احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنبوش الليفت بس او الرايت بس او الاب بس او الداون بس، ماشي. حكاية استغنينا بقى عن الاسترنجات وبقى معانا الكاركتر. نيجي تحت هنا، ماشي، لو احنا نعمل بي اف اس عادي ونسي اوت الانسر، لو الانسر بيس المفروض ان احنا هنطبع الشورت استباص، ماشي، واصبح ان انا مش معايا الباص ده، الباص ده مش معايا، فاحنا هنعمل ايه، الباص ده ما بقاش معايا، فاحنا هنعمل ايه، خلينا نقول ان انت الستارت بتاعتك انت عارف مكانها، صح. فاحنا ممكن نقول فور انت اي ايكوال ستارت اكس، او خلينا نقول على طول كده انت الاي يساوي ستارت اكس والاو بيساوي ستارت واي، ماشي. وهنسي اوت، احنا مش هنسي اوت حاجه في البدايه خالص، احنا مش هنسي اوت حاجه، ونقول طول ما النوت، طول ما الاي لا يساوي الاند اكس والاو لا يساوي الاند واي، المفروض هنعمل ايه يا معلم؟ انت المفروض ان انت متحدد لك الحاجات اللي انت هتعملها، يعني انت هنا عند الاي كانت بايه، ماشي، عند النود دي المفروض ان هي كان متحدد لها ايه، كان متحدد لها هي ايه، ان هي ليفت ولا داون ولا لما تروح عندها، يعني ليفت ولا داون ولا اب ولا ايه بالظبط، تمام. فاحنا برضو ممكن يعني ايه، ما نخزنش الدايركشن هنا، ما نخزنش الدايركشن هنا، لا احنا ممكن نخزن ممكن نخزن ايه، احنا ممكن يعني انا عايز عند كل نود هي تقول لي روح ليفت او روح رايت او روح فوق او روح تحت، فاحنا ممكن هنا ايه نقول ان لو دي اتحققت فانا هخزن ليفت، لو دي اتحققت فانا هخزن رايت، وهكذا. فاهمين، فاهمين قصدي صح؟ مش عارف انتوا فاهمين قصدي ولا لا، بس احنا كده كمان يعني احنا كده هنحتاج ان احنا نشيل الدايركشن ده، مش محتاجينه كمان، والكاركتر ده برضو مش محتاجينه، والدايركشن ده مش محتاجينه، ماشي، والحرف ده مش محتاجينه، وديت مش تبقى هنا، ماشي. المفروض بقى ايه، هنشيل كل الكلام ده، بس هيبقى هنزود كده دي بتساوي الليفت، وهنا الرايت، وهنا الاب، وهنا الداون، وهنمسح من هنا. فهمت انا عملت ايه؟ انا كل الفكره ان انا بشوف عند كل نود
انا بعرف الحالة اللي بعدها اروح فين، فبخزن الكلام دوت في الـ في الكاركتر اري نفسه، وهمشي بقى من الستارت اكس والستارت واي، طول ما الاي والاو مش بيساوي الاند اكس والاند واي، انا هعمل ايه؟ المفروض ان انا هسي اوت اس اوف اي اوف او، تمام. بعد كده لو اس اوف اي اوف او ايكوال ايكوال ليفت، ساعتها الاو ماينس ماينس، else if اس اوف اي اوف او ايكوال ايكوال رايت، يبقى الاو بلس بلس، else if اس اوف اي اوف او ايكوال ايكوال اب، يبقى الاي ماينس ماينس، else if اس اوف اي اوف او ايكوال ايكوال داون، يبقى الاي بلس بلس. بس تعالوا نجرب كده. نو اصلا ازاي؟ ده هي في البداية اصلا كانت قايلة يس. واحنا عملنا ان هو يساوي شباك لما نبسطه، ما هو احنا مش بنخليه بيساوي شباك، احنا بنخليه بيساوي حرف، فاهم قصدي؟ هو عشان فانكشن الفاليد مش بيعمل تشيك على حرف البي، مش بيعمل ايه؟ مش بيعمل تشيك على حرف البي. يبقى دوت او اس اوف اكس اوف واي ايكوال ايكوال بي. يس 9 ليفت داون، بس ثواني. المفروض ان احنا نسأل الشورتست باث. ليه ليفت داون بس؟ طول ما شرط الواي طول ما الاي لا يساوي الاند اكس والاو لا يساوي اور، مش اند. نعم؟ اور مش اند. صح اور. يا نهار ابيض، ايه ده كله؟ بس وقف وقف. وقف يا عم ابوس ايدك. احنا كده عاملين حاجة غلط. بس مهندس، هو مش المفروض يبقى يعني ممكن يكون في كذا طريق بلد، بس مش كلهم بيوصلوني للشورت سباس؟ بس البي اف اس مقدار ما انت وصلت، يبقى انت وصلت للشورت سباس. تمام، اصل حضرتك بتقول يعني مجرد ما بتلاقي مثلا البي دوت اكس والبي دوت واي ماينس واحد بلد، فبتخلي الدايركشن بتاعي ال، بس انا اصلا مش عارفه هو ده هيوصل معايا للشورت سباس ولا لا. يعني ممكن ده، يعني ممكن مثلا نود، انا واقفه عند نود الاربع اتجاهات بتوعها متاحين، ماشي، ما فيش حاجه فيزيتد وما فيش فيها شباك. مثلا النود مثلا هي توصلني للشورت سباس فعلا، هي النود اللي على الشمال، بس حضرتك بدات بقى عملت تشيك بيها، فخليت اللي هو الدايركشن بتاعي اللي هو الليفت، وبعد كده عملت تشيك على النود الرايت لقيتها برضو تنفع، فخليت الدايركشن بتاعها رايت. فحاسه ان يعني اللي هو الدايركشن النهائي ده مش هيضمن لي ان انا، هو هيضمن لي ان السيل دي انا اقدر اروحها، بس مش هي اللي هتوصلني للشورت سباس.
مظبوط. هي الفكرة في ايه؟ ان احنا يعني عارف حضرتك اللي هي الدي اف اس، ما كنت بشوف مثلا الباص ده فاليد ولا لا، هو كنت ممكن اقدر اعتمد عليه لانه هو بيعمل ريكيرجن ويوصل للانسر في الاخر ويرجعها لي، لكن هنا بعمل ستيب باي ستيب، فمش شايفه الاخر ده فيه ايه، يعني هيوصلني للانسر ولا لا. تمام. ماشي، خلينا برضو نقول ايه، طيب بص، احنا كل الكلام ده لحد هنا احنا زي الفل ماشي. طيب تعالى بقى هنا، المفروض ان هو طول ما هو مش empty المفروض ان احنا هنجيب الفرونت وكل حاجة ماشي. لو النود دي valid فيبقى ماشي. اقول لكم ليه، ثواني ثواني اقول لكم ليه. هي الفكرة كلها في ان انت بس برضو يعني احنا لو هنخزن من عند ال لو هنخزن من عند ال ممكن اتكلم؟ اتفضل. الوايل اللي تحت المفروض احنا بنعكس اللي احنا بنعمله، انا كنت بفكر في اللي كده هي بتاعت الانسر، اللي هي دي. بس احنا ماشيين. انت ليفت، انت عايز ترجع تاني، انت عايز ترجع يعني الليفت المفروض او بلس بلس، والاو ماينس ماينس بعدها. يعني حاسس اه تمام، بس برضه انا لسه يعني انا شايف في قصور في في اللوجيك برضه، يعني لسه مش ده بس. بس هو ده تقريبا المفروض يظبط الحل يعني. انا فهمت قصدك، اه ان احنا المفروض بنعكس. ايوه ستيل مش هو ده الحل. مش هو ده الحل ليه بقى؟ لان انت هنا خلي بالك ان انت نفس القيمة، نفس القيمة انت بتحددها في كل مرة، فاهم قصدي؟ ايوه نفس يعني هنا مثلا اس اوف بي دوت اكس وبي دوت واي انت مديلها الاربع قيم، فهي هتستنى بداون دايما، او هتستنى عند اخر واحده هي فاليد فيها ماشي. فخلينا نقول ان احنا هنعمل ايه، هقولك احنا هنخليها البي دوت اكس هنا البي دوت واي ماينس 1 عادي، وهنا الواي بلس 1. هنخزن عند كل حرف الحاجة بتاعته، الاتجاه بتاعه، وهنا ال plus one برضو ماشي. طيب بعدين هنخزن كل حاجة ماشي. بعد كده المفروض بقى ان احنا في البداية هيكون عندنا فمش هينفع نخزن لكل حرف الاتجاه بتاعه، يعني مثلا لو طلعنا فوق هنلاقيها مثلا محاصرة بأربع نقط، فيبقى في فوق وتحت ويمين وشمال،
فيبقى صعب برضو ان انا اخزن للي فوق دي الاربع جهات. لا هي الفكرة ان انت وانت واقف عند الستارت انت عايز تشوف ايوه انت تخش عند يمين الستارت انت ولا دلوقتي تخش شمال ولا ايه بالظبط. ايوه انت مثلا دخلت شمال وطلعت فوق، فوق دي هتقابل برضو مثلا 3 نقط فوق ويمين وشمال، فانت لازم برضو تخزن فوق ويمين وشمال عشان تشوف انهي اتجاه صح. مظبوط. مش هينفع نخزن كل اتجاه النقط. لا هو يعني تقريبا هو الحل الوحيد ليها ان احنا نخزن الاتجاهات بتاعة النقط، ولكن يعني احنا عايزين نعملها بس بطريقة تكون كويسة. بص هو احنا في البداية خلينا نمشيها واحدة واحدة عشان انا حاسس ان احنا متلخبطين في حاجة هنا. اصلا احنا في البداية هنبوش الستارت الاكس بتاع الستارت والواي بتاع الستارت، ماشي؟ بعد كده طول ما هو مش امتي المفروض ان احنا هنجيب الفرونت وبعد كده بنبوب، تمام؟ واعتقد اصلا ديت احنا مش محتاجينها، يعني اعتقد دي احنا مش محتاجينها، ان احنا ممكن نحسب لكل النودز عادي، ماشي؟ بعدين المفروض بقى ان هو ان هو من عند الستارت اكس ماشي، خلينا نعتبر ان هي تبقى كده ماشي. بعدين بس هي الفكرة برضو استيل عندنا مشكلة ان احنا تحت هنعرف ازاي. يبقى احنا هنبدأ من عند ال end x وال ال end x وال عند ال end y بس، صح؟ هي دي الفكرة. احنا اصلا لو شغلنا دلوقتي هتحل، صح؟ هي نو طبعا. هي المفروض ان احنا لو قلنا احنا عايزين بقى نعرف احنا وصلنا ولا ما وصلناش، فاحنا ممكن نرجع دي، ماشي؟ ممكن نرجع دي عادي. بس الكونديشن بقى ان احنا مش بنساوي، احنا كده هنبدأ من عند ال end x ومن عند ال end y، ويبقى لو ان احنا مش بنساوي ال start x و ال start y بس كده المفروض يعني. بس كده. بس هل الكلام ده صح؟ يعني خلينا نشوف كده. بس دي هتبقى ريفرسد. دي هتبقى ريفرسد. فاحنا ممكن نقول ايه ال string boss equal مفيش، وكده يبقى الباص بلس ايكوال الكلام ده، ونريفرس الباص. ونسي اوت الباص. مظبوط. اكسبت. يعني احنا اصلا كنا حلينها من بدري بس احنا قاعدين جنبها. المهم فهمت احنا عملنا ايه؟ محدش فهم طبعا. بص هي الفكرة كلها ان انت وليكن مثلا
عند الجريد دي ماشي. انت دلوقتي واقف عند الايه، المفروض ان انت عايز تجرب كل الاحتمالات، عايز تجرب تطلع لفوق مره يمين مره شمال مره تحت، بس هتجرب ببي اف اس ماشي. طيب انت علشان تعرف الدايركشن، انت عشان تعرف الباص بتاعك، فانت المفروض تخزن الباصز في سترنج، بس هي جابت معانا تايم ليميت، لان انت ما ينفعش تخزن السترنجات دي كلها، الميموري دي الزياده دي بتزود تايم، فهتجيب مننا تايم ليميت. تمام. طيب الاحسن ان انت تعمل ايه، انت واقف عند الايه ماشي، عند كل نود انت رايح لها عرفها الدايركشن بتاعها. يعني انت وانت واقف عند الايه، لما تيجي هنا انت كنت ماشي ليفت، بعد كده انت كنت هنا انت جاي من تحت، هنا انت جاي من تحت، هنا انت رايح يمين رايح يمين رايح يمين رايح يمين رايح يمين طالع لفوق، يبقى عند البي دي هيتخزن ان انت طالع لفوق. بدايتك بقى هتبقى انك تعكس الباص. ليه؟ لان انت لو اصلا لو بدات من عند الايه، احنا مشكلتنا كلها، انا لو خدت بالكم كنت بقول لكم ايه الفكره كلها، ان الحاجات اللي حوالين الباص الايه انا هعرف منين. يعني انتوا هنا خلينا مثلا دي الايه، اهو 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 البي اهي اهو ماشي. لو انت هتبدا بدايتك من عند الايه وعايز تعرف الدايركشن بتاعك، فانت المفروض ايه، انت المفروض مره تجرب اكنك فوق، ومره تجرب اكنك كده، ومره تجرب اكنك كده، ومره تجرب اكنك كده، واللي هو اصلا ممكن طرق منهم ما تنفعش. فالاحسن ان انت ايه تمشيها من العكس، من عند البي، البي اصلا هيكون متخزن الاتجاه اللي هي جايه منه. فهي انت لو هي كانت جايه من ليفت فانت تمشي رايت، لو هي كانت جايه من داون فانت تمشي اب. فاهمين الفكره ولا لا؟ فهي الفكره كلها ان الحرف اللي عليه الدور يكون يا اما دوت يا اما البي، وان انت لو وصلت للنهايه بتقف، بعد كده لو فاليد للنود دي يبقى روح لها وخزن عندها ان انت جاي من ليفت، غير كده خزن رايت خزن اب خزن داون وخزن. اللي بالك ان احنا بنخزن في النود الجديده مش في النود القديمه. حد مش فاهم؟ يا اهل الميتنج يا عمر اتفضل. هو انا فهمت الحل ده، بس الحل الاولاني اللي عمل تايم ليميت، لو كنا عملنا في الاستراكت السترنج بي دوت في الحل عمل تايم ليميت، لو عملناه باي ريفرنس كده يعني هل كان ممكن يعدي؟ باي ريفرنس عمر، انت بتخزن، انت بتحجز ميموري، ما ينفعش تستخدم باي ريفرنس، انت في كل مره عايز تعمل ميموري جديده، كل نود بيبقى متخزن عندها سترنج جديد. فاهم قصدي؟ بس انت برضو بتنادي الكونستراكتور دوت، ففي حاجه بتتباصى يعني، فاللي هو حتى لو عملناها باي ريفرنس، البارامتر حتى لو عملناها باي ريفرنس برضو ما هي هياها، هي الفكره ان انت بتخزن، بتعمل نود جديده، بتعمل استراكت جديد. فاهم قصدي؟ فسواء عملتها باي ريفرنس باي فاليو، كده كده انت هتعمل ميموري جديده. معايا ولا ايه؟ هو لو الميموري هتعمل مشكلة المفروض يحصل ميموري ليميت لا، ما هو الميموري في اوقات لما الميموري بتزيد عن حدها بتجيب تايم ليميت. ايه ده؟ ممكن الميموري تسبب تايم؟ ما قابلتش مسألة قبل كده لو استخدمت فيها لونج التايم ليميت، لو استخدمت انتجر تاكسبتد. هي حصلت لي في الدبل الصراحة، هي حصلت لي قبل كده في مرة، كنت مستخدم لونج جابت تايم ليميت، استخدمت انتجر جابت اكسبت، وخلي بقى وحصلت لي كذا مره مش مره واحده بس، في المسائل اللي بيكون فيها الميموري كبيره قوي، او ان انت مستخدم حاجات كتير قوي اللي هو على وشك تجيب ميموري صح ليميت. صح فاهم قصدي؟ صح، عشان الفاكتور بتاع التخزين ده. ماشي. حد عنده سؤال تاني؟ طيب حد مش فاهم البي اف اس ولا الدنيا تمام؟ طيب انا هوقف الريكورد على كده في البي اف اس.